النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية، سامسونج، المناصير للزيوت والمحروقات المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس، حبيبة، مجمع الملك الحسين للأعمال، بايولاب. نظم الحمل بتخفف الحمل. متابعينا متابعي تغطية العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم الآن آخر توقعات وتحديثات الحالة الجوية اليومية في المملكة خلال الفترة القادمة. ارتفعت درجات الحرارة نهار هذا اليوم السبت بشكل واضح وملموس، بحيث لامست حاجز 20 درجة مئوية في عمان والمدن الأردنية، وبالتالي فاقت معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بين 6 إلى 8 درجات مئوية بعد مشيئة الله. توقعات خلال الفترة القادمة بانخفاض ملموس على الحارة وكبير، اعتبارا من ساعات نهار غد الأحد يكون هذا الانخفاض ملموسا مع ساعات ليلة الأحد الاثنين ونهار يوم الاثنين، بالتزامن مع تأثير امتداد لمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة. هذا الامتداد لتأثير هذا المنخفض الجوي يوصف على أنه من الدرجة الأولى أي الأضعف وفقا لسلم طقس العرب الخاص بتصنيف شدة المنخفضات الجوية، الممتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية. سيكون هذا الامتداد لتأثير المنخفض الجوي يوم الاثنين من الدرجة الأولى الأضعف، بمعنى أنه سيطرأ المزيد من الانخفاض في درجات الحارة، وبالتالي تهيئ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية، إضافة إلى أجزاء من المنطقة الوسطى ترفق أحيانا بزخات من البرد. نعود معكم نحو التوقعات الخاصة بالليلة القادمة. هنالك نشوء متوقع لحالة من عدم الاستقرار الجوي في مقدمة هذا الامتداد للمنخفض الجوي، لكنها ستقتصر في التأثير على شمال السعودية بشكل لافت وأطراف المملكة. نلاحظ معكم مدينة العقبة مع ساعات منتصف الليلة القادمة تقع على أطراف هذه الأحوال الجوية غير مستقرة، وبالتالي توقعات بهطول أمطار رعدية غزيرة على الحدود، على الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية، قد تشمل بذلك منطقة المدورة، منطقة سلطة إقليم العقبة في أقصى الجنوب من المملكة. كذلك الحال تمتد هذه الأحوال الجوية غير مستقرة تدريجيا خلال ساعات نهار الأحد لتطال الأجزاء الجنوبية الشرقية ولاحقا الشرقية من المملكة كما هو ملاحظ. نلاحظ معكم وجود المملكة على أطراف هذه الحالة، لكن سائر هذه القطاع الأقصى القطاع الجنوبي من المملكة وشمال المملكة العربية السعودية على موعد مع توقعات بهطول أمطار رعدية غزيرة، في حين نلاحظ معكم عدم توقعات بوجود أمطار في شمال وسط المملكة، إضافة إلى المدن الرئيسية في جنوب المملكة بعد مشيئة الله. نلاحظ معكم مدى قوة هذه الحالة، لكنها تتحرك بعيدا عن المملكة باتجاه نحو شمال السعودية ولاحقا نحو دولة العراق. نلاحظ معكم من خلال هذه التوقعات كذلك الحال اقتراب تأثير هذا الامتداد للمنخفض الجوي تدريجيا خلال ساعات نهار الاثنين، وتهيئ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية تمتد لاحقا نحو أجزاء من المنطقة الوسطى. نلاحظ معكم أيضا قوة هذه الحالة بالاتجاه نحو الشريط الساحلي في دولة فلسطين، كذلك الحال وصولا إلى مناطق لبنان ومنطقة غرب سوريا. نلاحظ معكم أن جنوب المملكة سيكون بعيدا عن هذا الامتداد للمنخفض الجوي واقتصار الفعالية الجوية على أجزاء من وسط المملكة، إضافة إلى أجزاء من شمال المملكة بمشيئة الله، لذلك تم تصنيفه على أنه من الدرجة الأولى أي الأضعف وفقا لسلم طقس العرب الخاص بشدة المنخفضات الجوية. نعود معكم لحالة الطقس المتوقعة في العاصمة عمان الليلة المقبلة. 9 درجات مئوية هي درجة الحارة الصغرى المتوقعة في العاصمة عمان، مع انخفاض ملموس على الحارة خلال ساعات الليلة القادمة المتأخرة بمشيئة الله مقارنة بساعات نهار هذا اليوم السبت ومقارنة أيضا بالليلة الماضية. نلاحظ معكم التوقعات خلال الفترة القادمة وجود لغبار خفيف يوم غد الأحد قادم من الأراضي المصرية في مقدمة هذا المنخفض الجوي، انخفاض ملموس وكبير على الحارة يوم الاثنين بالتزامن مع تأثير هذا الامتداد للمنخفض الجوي، لتصبح دون معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام. نلاحظ معكم أن العظمى يوم السبت تصل في العاصمة عمان إلى 20 درجة مئوية، في حين تنخفض العظمى يوم الاثنين إلى فقط 8 درجات مئوية وأقل من ذلك في مرتفعات العاصمة عمان. نلاحظ معكم استقرار الأحوال الجوية يوم الثلاثاء وحدوث ارتفاع في درجات الحارة، لكن مع توقعات بتشكل الصقيع مع ساعة الليل في العديد من المناطق. كان كل ذلك حتى اللحظة.